حضرتك ده الشاب محمد اللي هو جار جارهم على طول في الكنيسه هناك. احنا ممكن نرجع ورا شويه كلنا نرجع ورا شويه معلش. انت انسان مصري كلك شهامه من دون كلك رجول النور عمرنا النور وما تقلقش واحنا معاك ما تقلقش خالص الحمد لله على سلامتك. اللي محمد عمله ده عمل طبيعي جدا، ومحمد مش راجل بس، محمد راجل وإنسان تربى وتعلم في مدرسة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومحمد النهاردة أثبت لنا إن الإنسان المصري بيضحي لنفسه لأجل جاره، ومحمد أثبت لنا إن الشاب الملتحي مش عبارة عن شاب إرهابي، أثبت لنا إن هو الشاب الذي يسير ويطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومحمد أول ما فكر ما فكرش إنه مسلم وده مسيحي، أول ما فكر فكر إن إحنا كلنا بنعيش تحت سماء واحدة في أرض واحدة وبنعيش في وطن واحد. وأتوجه برسالتي لكل من يريد العبث بهذا الوطن، وأقول له كما قال فضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم: الحق أبلج كالصباح لناظر، لو أن قوما حكموا الأحلام أعهدتنا والقبط إلا أمة لله واحدة تروم مراما، نعلي تعاليم المسيح لأجلهم ويوقرون لأجلنا الإسلام، هذه ربوعكم وتلك ربوعنا متقابلين نعالج الأيام، هذه قبوركم وتلك قبورنا متجاورين جماجما وعظاما، فبحرمة الموتى وواجب حبهم كونوا كما يقضي الجوار كراما، الدين للديان جل جلاله لو شاء ربك وحد الأقوام.